المستحيل ليس ليفربولي بعد مباراة معاناة كبيرة جدا. ليفربول بطلوع الروح بينتصر وتستمر العقدة في سان جيمس بارك، وليفربول بيفوز على نيوكاسل ويزود كمان وكمان في السنين ان نيوكاسل مش عارف يكسب ليفربول في سان جيمس بارك في مباراة فيها كلام كتير جدا عن ليفربول وعن نيوكاسل. وهل نيوكاسل فعلا فرط في الفوز ولا تغييرات يورجن كلوب هي اللي كانت افضل من تغييرات ايدي هاو؟ هنتكلم في كل حاجة عن مباراة ليفربول ونيوكاسل. قبل ما نخش في حاجة، انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل ما ينزل حلقة جديدة، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الانقاصين. اهلا بك يا وجيه في حلقة جديدة من قهوة التحليل، وحلقة النهارده هنتكلم عن ليفربول ونيوكاسل. مباراة معاناة، مباراة زي ما انا كاتب لك كده في الثام نيل، بطلوع الروح. هو حرفيا بطلوع الروح، انت بتكسب النهارده باللي هو كده يلا بينا، بعد ما نيوكاسل عمل تغييرات غلط، وبعد ما ايدي هاو عمل تغييرات غلط، ونيوكاسل فتح ملعبه وعايز يسجل الهدف الثاني ويخلص المباراه، قدرت تضربه بمرتدين بكورتين بنونيز، خلصت الماتش. ولكن عندنا كلام كتير قوي عن يورجن كلوب، وهل يورجن كلوب خلاص قدم كل اللي عنده وتكون دي نهايته ويمشي؟ وليفربول اصلا بيعاني في وجود محمد صلاح، فما بالك لو محمد صلاح مشي وراح اتحاد جده، المعاناه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده. بس خلينا نبدا بتشكيله الفريقين. ليفربول بدا بالاربعه 3-3، اول مباراه اندو يبدا بيها النهارده كاساسي جنبه ماكاليستر وسوبسلاي، قدامه ثلاثي جاكبو اللي مش فاهم بصراحه بيلعب ليه لحد الان اساسي، سواء في المهاجم او 8 او وينج او اي شيء، لويز ناحيه الشمال، صلاح ناحيه اليمين، والرباعي الخلفي خروج بس كوناتي الاصابه ودخول مكانه جويل ماتيب. ليفربول انت في اول ربع ساعه بتحاول تجاري نيوكاسل، مش عايز تمسك الكوره، ساب الكوره نيوكاسل، بتحاول تلعب على المرتده او بتحاول تلعب اللي انت ايه، انا هادي انا ثابت في مكاني واضربك بالمرتده بتاعتي. ولكن نيوكاسل من اول دقيقه في المباراه وهو عاوز يحول المباراه مباراه بدنيه، مباراه تخبيط وترزيع وجري كتير والتحامات قويه وضغط اجريسيف وكل الكلام ده نيوكاسل عاوز يطبقه وعايز يعمله من اول دقيقه في المباراه. فبالتالي ليفربول ارتبك ارتبك، وزي اللي كمان انت لبست جون في الدقيقه 25 بخطا غريب من ارنولد، خطا غريب 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 من ارنولد، بيستلم مش عارف يستلم الكوره، الكوره تعدي تحت رجله جوردن يروح يحط لك جول، بعديها بدقيقتين طرد لي فان دايك، كل حاجه بتتضرب في مقتل. ليفربول اصلا قبل الجون وقبل الطرد كان بيعاني وما راحش الكوره غير كوره لويس دياز في الدقيقه 15، غير كده ليفربول ما قدمش شيء. انت ليفربول بتلعب بالكوره انت عندك مشكله، والكره مش معاك انت عندك مشكله، طب في الضغط عندك مشكله، طب في الاستحواذ عندك كل حاجه عندك مشكله فيها. ليفربول الحاجه اللي كانت بتميزه في السنين اللي فاتت تحت قياده يورجن كلوب وهي الضغط العالي الشرس جدا على الفريق، على اي خصم ايا كان من الخصم، بتلعب بقى بايرن ميونخ، بتلعب ريال مدريد، بتلعب برشلونه، بتلعب نيوكاسل، بتلعب سيتي، بتلعب ارسنال، بتلعب اي حد، كان الضغط العالي المميت بتاع ليفربول كان بيخلي اي خصم يرتبك، اي خصم يغلط، اي خصم ليفربول بيقدر يلعبه افضل بكتير. ولكن انت اهم ميزه عندك ما بقتش عندك، وهي الضغط العالي، وهي الضغط العالي الشرس، على عكس الناحيه الثانيه نيوكاسل بتقابلك بضغط اجريسيف قوي جدا، اي لاعب بيستلم الكوره من ليفربول بيضغط عليه اثنين لعيبه، مش بيضغط على اللي هو بيحلقه، واحد يضغط واحد يحلق، واحد يقفل زوايا التمرير واحد، لا الاثنين داخلين يضغطوا ويجيبوا الكوره، سواء تونالي او جوالينتو في نص الملعب. نيوكاسل معروف ومحفوظ، كتاب مفتوح بالنسبه لك، انت معروف ان نيوكاسل بيطلع الكوره على برونو جيمارش، اوكي ليه جاكبو ما بيضغطش على برونو جيمارش من اول الماتش قبل الطرد وقبل الليله دي كلها؟ مفروض توقف جاكبو مع برونو جيمارش علشان تعطل عمليه بناء اللعب بتاعت نيوكاسل. نيوكاسل لو بيطلع الكوره على تونالي او على جوالينتون هتضغط بسوبوسلاي وهتضغط بماكاليستر وهتحاول تمنع الفريق يطلع بالكوره على الارض وتحاول تجبره يطلع بالكوره الطويله، فتنزلها وتاخد الكوره الثانيه والكوره وترجع الاستحواذ ليك وتخلي الكوره في رجلك انت تحاول تهاجم نيوكاسل. ولكن انت ما عملتش كده، انت بتلعب جاكبو ليه؟ ده سؤال يورجن كلوب، بتلعب كودي جاكبو ليه؟ تلعب كوره طويله ما بتلعبش كوره طويله، انت مره تنزل ماكاليستر ومره تنزل سوبسلاي عشان يبتدوا يستلموا من المدافعين ويطلعوا بالكوره. طب جاكبو ايه مش ايه قصته؟ ازاي او انا مش مقتنع يورجن كلوب مقتنع بكودي جاكبو لحد وقتنا هذا بناء عن ايه؟
كودي جاكبو قدم ايه ليفربول علشان تفضل مقتنع بيه؟ عشان تركن له على الدكه نونيز وجوتا وتلعب بيه هو ليه؟ وبعد نص ساعه لبست جون بعديها طرد، الدنيا فكت منك، الدنيا فكت منك خلاص. تحاول بقى تلصم اي حاجه عشان تصلح الدنيا. خرجت لويس دياز وحاولت تشكيل 4-4-1، والواحد الغريب جدا بالنسبه لي هو محمد صلاح. طب انت منزل كودي جاكبو علشان تلعب الكره الطويله عليه وياخد الكره الطويله من مدافعين نيوكاسل سواء بوتمان او شاور، تمام. دلوقتي انت اضطرت من عندك لاعب، خليه جاكبو يتحول وينج شمال ليه؟ ليه؟ ليه عملت كده؟ خلاص العب 4-3-2 بقى، ودخل صلاح جنب كودي جاكبو، يبقى كودي جاكبو في مكانه ودخل صلاح جنبه، صلاح يتناوب ناحيه اليمين وجنبه. لكن انت كده خسرت مركز، خسرت 3 مراكز بنزولك جوميز في قلب الدفاع مضطر بسبب ان انت عندكش عمق في المدافعين فلعبت بجوميز. تاني حاجه خسرت الوينج الشمال بعد ما خرجت لويس دياز ولعبت مكان كودي جاكبو، وخسرت المهاجم بلعبت صلاح ووديت لويس وديت جاكبو وينج شمال. خسرت مركزين، خلينا نقول خسرت مركزين بتغييره وطرد. لويس دياز خرج، خسرت الوينج الشمال عشان لعبت جاكبو، وخسرت المهاجم عشان لعبت محمد صلاح. بتلعب لحد ما داروين نونيز نزل من على دكه البدلاء ناقص مركزين. الاول نزلت ديجو جوتا، فجوتا بقى الوينج الشمال، بقى عندك وينج شمال يحاول ياخد الكوره ويحاول يهاجم ويحاول يضغط على تربيه ويحاول يشغل دفاع نيوكاسل، ده تمام. التغييره الثانيه نزلت اليوت، اليوت نزل بدال ماكاليستر في نص الملعب، تمام، برده تغييره مميزه كده. خرجت ماتب، كل ده انا موافق معاك فيه، كل تغييره يورجن كلوب كانت مميزه، كانت مميزه لحد نزول داروين نونيز. نزل داروين نونيز حل كل شيء، بقى عندك مهاجم بيضغط على المدافعين بيغلطهم، عندك مهاجم بياخد كره عاليه، عندك مهاجم بيشوط على المرمى بيسجل اهداف، بقى عندك فيرويد داروين نونيز، فيرويد تعتمد عليه، اديله فرصه. لاعب داروين نونيز ليه داروين نونيز ما بيلعبش؟ مش فاهم، انا مش فاهم. انا بصراحه من وجهه نظري انا شايف ان دي خلاص نهايه يورجن كلوب. انا من وجهه نظري تكون دي نهايه اخر سنه ليورجن كلوب مع ليفربول. خلاص يورجن كلوب قدم كل شيء ليفربول، وكلنا عارفين ان السنه السابعه ليورجن كلوب مع اي فريق بيدربه بتبقى سنه الفشل وسنه الوقوع وسنه السكوت. فخلاص يورجن كلوب انا من وجهه نظري مش شايف ان هو هيقدم شيء جديد لليفربول، مش هيقدم شيء جديد لليفربول. بتحاول تعمل تحليل وتبديل للفريق وتجدد دماء وكل الكلام ده، ما عرفتش. غيرت مهاجمينك وبتلعب مهاجمين غلط، جاكبو ما بيلعبش، قصدي نونيز ما بيلعبش، لعب جاكبو جوتا على الدكه. اتنين جبت اتنين نص ملعب سوبسلاي وماكاليستر عشان تدخل ارنولد قلب الملعب، زي الفكره اللي انت كنت بتحاول تطبقها في الوديات، تدخل ارنولد جنب اللاعب نمره 6 وتخلي الاثنين سوبسلاي وماكاليستر يضغطوا ويلعبوا في انصاف المساحات، او صلاح تدخله انصاف المساحات تطلع سوبسلاي. في افكار كتير انت ما طبقتهاش، طبقتها في الوديات ولكن ما طبقتهاش في الرسمي، لماذا مش عارف. رحت مشيت فابينيو وما عوضتوش. النهارده في كذا كوره نص ملعب ليفربول في مقتل، في مقتل، مفيش حد بيقطع كوره، مفيش حد بيضغط على الخصم. تونالي وجوالينتو بياخدوا الكوره بيعدوا كده كده وشهم على طول فان دايك وماتب. وبمناسبه طرد فان دايك مستحق جدا، يعني ودخل شاط رجل ايزاك ما لمس الكوره نهائي، طرد مستحق. فبالتالي انت بتعاني، عندك معاناه على كل شيء، تلعب الكوره، مراحل التدرج، الضغط على الخصم، اختياراتك انت للتشكيله اصلا غلط، اختيارات يورجن كلوب للتشكيل غلط، صفقاتك غلط. فين المدافعين؟ دلوقتي كوناتي وفان دايك ممكن الاثنين يغيبوا عن المباراه القادمه، هتلعب بماتب وجوميز، ثنائيه توديك في 60 داهيه، ثنائيه توديك في 60 داهيه. ضاع منك كايسيدو، ضاع منك روميو لافيا، بدل ما تروح تجيب لاعب نمره 6 عليه القيمه، رحت جبت لاعب من شتوتجارد. ما تعرفش ده ايه ده ولا مين ده؟ مفيش. ممكن يبقى حلو في المستقبل، ولكن دلوقتي انت محتاج لاعب جاهز يجي يقف لك في نص الملعب ويساعد الفريق، مش تجرب، مفيش وقت للتجربه. سوبسلاي ماكاليستر بيحاولوا يطلعوا كل اللي عندهم، زيهم بيعملوا ادوار زياده عن ادوارهم. فبالتالي ليفربول مش فاهم في ايه. ليفربول نيوكاسل النهارده فعلا تستحق الفوز لولا غلطات ايدي هاو في التغييرات، لما خرج جوردن، لما خرج ايزاك، لما خرج من نص ملعب جوالينتون، غير كذا تغيير وفتح ملعبه، ادى ليفربول قدر يضربه في مردتين، خلص الماتش، خلص الماتش. ولولا نزول داروين نونيز في مباراه النهارده كان ليفربول ما كسبش المباراه، وكنا خرجنا بالثلاثه بونت، كنا خرجنا متعدين وخرجنا كمان خسرانين. بصراحه مباراه تحرق الدم، مباراه كانت محروقه دمي تماما. نفس الكلام اللي قلته واحنا كسبانين كنت هطلع برضه اقوله واحنا خسرانين او احنا متعدين، ان ليفربول في معاناه
في مشكله على كل الاصعده على كل شيء من وجهه نظري، يورجن كلوب قدم كل شيء لليفربول، قدم كل اللي عنده ليفربول، مش هيقدم جديد لليفربول. فخلاص يورجن كلوب من وجهه نظري يرحل دلوقتي وتبدا حقبه جديده، تبدا حقبه جديده، ويكون الركائز الاساسيه من الحقبه الجديده هو محمد صلاح. ما تمشيليش محمد صلاح وتقول هبدا من جديد، لا 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 لا، ده مرفوض تماما من وجهه نظري. مبروك 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 لكل جمهور ليفربول. انا اسف ما اديتش حق نيوكاسل في حلقه النهارده، ولكن كان كلامي اكتر على ليفربول. نيوكاسل كده كده يبقى ليه حلقه ان شاء الله، ليه حلقه خاصه لوحده ان شاء الله يوم الجمعه في برنامج القهوه، فباذن الله نتكلم عن نيوكاسل لوحده تماما. لو كان في الاول وفي الاخر تكرر شخص واحد ورايا انا في مباراه ليفربول ونيوكاسل، ولا رايك انت في الكومنتس ولا توقعك، هل يورجن كلوب هيكون دي السنه الاخيره ليه ليفربول وممكن كمان يمشي من نص الموسم، ولا هيكمل الموسم الاخر وممكن يكمل موسم كمان؟ ورايك في الكومنتس. ولو حلقه عجبتك سشق من لايك، لو مره شفتني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول ما تنزل على طول، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر كالعاده. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.